حبيبي بده يكمله. روح على بابك هالاجواء هي. دار ان شاء الله بالطبع. الحمد لله 100,000 الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الطيران الحربي يستهدف للمرة الثانية مناطق النزوح في قرية الجيلة والأتاري اتجاه مناطق النزوح ومناطق التجمع النازحين. واليوم كذلك الأمر الطيران يقصف مناطق تجمع السكان ومناطق تجمع المهجرين من حلب الشرقية. Thank you.